ميسيون امبوسيبل سبيسيال رمضان برهان بسيس على اي اف ام احلى راديو. الماضي ساعة وسبعة دقائق هذه ايميسيون امبوسيبل، تحييكم اينما كنتوا تسمعوا فينا، في الطريق، في سياراتكم، داخل تونس، خارجها. هذه حلقة الثلاثاء 18 أفريل 2023. ماناش باش ننوعوا فيها العناوين، ماناش باش نحكيوا على السند والهند، باش نحكيوا على حاجة واحدة تقريبا، إيقاف رئيس حركة النهضة، رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، دلالات خلفيات الإيقاف. باش نفصلوا ما لم يقل في بعض البلاتوات الأخرى، فيه معلومات عن التحقيق البارح لندرا كان فقط حول التصريحات، هل أن الإيقاف مرتبط بتصريحات راشد الغنوشي خلال الندوة الحوارية اللي عملها اللي عملتها جبهة الخلاص، أم هناك خلفية أخرى لسلسلة القرارات بدأت بإيقاف راجل الغنوشي، إيقاف قيادات في حركة النهضة كما سي بلقاسم حسن، كما سي محمد القوماني رغم المواقف الأخيرة اللي عمل فيها مسافة بينه وبين حركة النهضة، الوثيقة اللي تأكدنا من صحتها وهي وثيقة داخلية اللي أمضاها السيد وزير الداخلية تتعلق بإيقاف كل الأنشطة داخل مقرات حركة النهضة وأنشطة جبهة الخلاص على مستوى تونس العاصمة، هذا وغيره، ما دلالاته، ما علاقة ذلك بالداخل بالخارج بالتحولات بالمواقف الإقليمية الدولية، إن كان الأمر علاقة أم لا، هذا سيكون تركيزنا في حلقة اليوم من إيميسيون امبوسيبل. زياد الهاني، مساء الأنوار. نمسيكم بالهنا والمحبة، نمسيكم بالرضا والقناعة والأمل الدائم والمتجدد، نمسيكم بني بالخير وكل أهل الخير وكل من قاصد ثنية متاع خير، نقول له إن شاء الله ربي فين يوفق في الخير مسعاك، واشتد أزمته تنفرجي قد آذن بينك بالبلاش. الله الله عليك يا سيدي بالشعر، ولا ماذا ترد علي في قصيدة أنت؟ قال لك اشتدي أزمة تنفرجي قد أذن. اش تقول له؟ قفا نبكي. لا لا لا, لا أنا نعرف راهو الميكانيزم تاع مخ وين ماشي. ماشي في يرقاش غنية لأولاد المناجم، هذاك الشعر الوحيد اللي يحفظه، فماشي الشعر ترد به. مرحبا بالسادة المستمعين الكل. تفضل. إن شاء الله نعديو ساعتين باهين. قالوا لي زروات البارح والدور حول مقر النهضة بالجد. إن شاء الله نعديو ساعتين باهين. وان شاء الله مصيح تكذب المعلومه ولا البارح في الليل قالوا لي بزرواطه وهز معاك 20 واحد ودرا شنو. ان شاء الله نفيدوا الساده المستمعين بالحقيقه. بالحقيقه لا شيء الا الحقيقه. ولا والمعطيات والبلاد ماشيه كل الخير ان شاء الله، والامور ماشيه وتتحسن. هذا هو. واضرب يا طبال. واضرب يا طبال. هذا هو. واضرب يا طبال. هذاك شحال شفت البارح كالمزود بتاع الغنوجي. انا هي وين هذه مازود في الكياس نازم زودية فهمني. أبو ما فما عاد تصاور جبدوها قديمة من 25 جويلية ما نعرفش. لا على البارح في شيرتنا في المنيلة. أبو يلا سيدي يا خلنا نهزوا إيدينا بالدعاء كالعادة. تدعى كل تحققته ومازلنا نظر. ديما تفضل يا ودي. يا ودي بكشي الحكاية مرتبطة بالسياسة والحكاية الفارغة. ودعي لنفسك ودعي لذريتك الصالحة إن شاء الله تبدأ تكون، ودعي لبدنك ودعي لصحتك ودعي لرزقك، وكل واحد يتلاقي في روحه ويتلاقي يبني روحه. بعيد على حكاية الفارغة والسياسة والجغجيغ، راي السياسة هذه ما هي دايما الحد، هنا لن تدوم لأحد، ويويل لما يخش العبرة يدوم كان وجه الله. هذاك عليه نحن كنهزوا يدينا، نهزوه لوجه الله ونقول اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني. اللهم ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوك لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا واجبرنا وارفعنا. اللهم يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، اغفر لنا ما لا يضرك وهب لنا ما لا ينقصك. اللهم امين يا رب العالمين.
يلا هذه ايميسيون امبوسيبل. يلا السيده المعده ونحن ننطلق ولا ننطلق كونغرس لورديت، ماذا بيك تضيف لي عنوان يتعلق برئيس الجمهوريه واشرافه على الاحتفال بذكرى تونس قوات الامن الداخلي. رئيس تحدث لن نتراجع عن سيادتنا عن اي جزء من السياده الوطنيه. بالكلمات هذه نجم نبداو الحديث في تعليق ونمر للموضوع الرئيسي وإيقاف راجل الغنوشي، هذا كل في كونغرس اللوردات. يلا رئيس الجمهورية لن نتنازل عن سيادتنا، هذا في وردة منذ قليل تقريبا دقيقة دقيقتين على صفحة رئيس الجمهورية، تغطية لنشاط إشراف رئيس الجمهورية على موكب توسيم ثلة من ضباط ورجال الأمن في ذكرى تونسة قوات الأمن الداخلي. نجيب الدزيري إيقاف راشد الغنوشي، ما المعطيات التي تملكها؟ والجميع يتحدث عن إيقاف من أجل تصريحات أدلى بها في ندوة حوارية، والجميع يتساءل هل أن التصريحات يمكن أن تؤدي بصاحبها إلى السجن أم نحن في سياق سياسة وتواصل سياسة الهرسلة ومحاصرة الأصوات المعارضة؟ نجيب، ما نجمش نبدأ اليوم وما نحييش نقول كل عام والأمن الجمهوري بخير، كل عام وقواتنا الأمنية الباسلة بخير. واليوم برهان في تقديري بعد إيقاف رجل غنوشي نجم نعزي صغيراته، نجم نعزي صغار شكري بالعيد وصغار محمد البراهمي، نجم نعزي أهالي الأمنيين اللي ماتوا ليلة 27 في العملية الغادرة الإرهابية، نجم نعزي الناس اللي خسروا صغارهم من أمن وجيش في مقاومة الإرهاب. وتم إيقاف رجل غنوشي البارح ونسمع في برشا حد علاش ليلة 27 وليلة وكذا والمسلمين وكذا، هما قتلوا العباد ليلة 27 وقت رجل غنوشي يصرح قبل يقول اللي يذكروني السلفية بصغري، هذوك هما اللي قتلوا جنودنا وقتلوا أمننا وقتلوا شكري العيد وقتلوا محمد البراهمي، هذوك هما إيقاف رجل غنوشي جاء على أثر بورين تصريحاته اللي عملها في مقر جبهة الخلاص برفع الاعتصام في جبهة الخلاص، وقال الانقلاب هذا لازمنا نضربوه بالحجر، اللي ساندوا الانقلاب إرهابيين، راهو إذا كان ما فماش إسلام سياسي فهم حرب أهلية ويسار أيضا وتشكيلة سياسية أخرى. شيء يقصد بها لهنا لهنا فما مقاصد من الكلام، مش رجل غنوشي يلوح في الكلام، والأمن يخدم على الروح، والأمن في تونس مش قادر يخدم على الروح. الكلام هذا كان نيابة العمومية ارتدت اللي هو تحريف، وفما بعض المعطيات تقول اللي رجل غنوشي بالكلام هذاك دعا للنفير العام في حركة النهضة، دعا للمظاهرات في ماي لأنه غلاء المعيشة ذي الناس كل ترى فيه مش في تونس برك في العالم الكل، مع غلاء المعيشة دعا المظاهرات ينظمها من حركة النهضة ومن مقرات حركة النهضة، وعلى ذاك وزير الداخلية مشي أكثر وأغلق جميع مقرات حركة النهضة في الجمهورية التونسية الكل لأن تحضيرا لمسيرات أني ولا والفوضى في البلاد، وفي ذهنهم هما بعد الفوضى يتدخل العسكر، فهمني ولا هذا يتصورهم هما بعد ما دعاه بوشلاك هوني مربوطة ببعضها زادة بوشلاك هوني دعاه في المسألة ذيك وقال لك العسكر هذا ما وقفش إلى جانب الشعب والرقة ذيك لهنا ضرورة يتوقف رجل غنوش. لقد ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق، القضاء لي ويبحث رجل غنوش يخرج رفع شعار النصر من الكرهبة تقول عليه برقيبة، هذا هو القضاء اللي وقفه، ما جبناش قضاة أخرين، ما تمش انتداب قضاة أخرين، نفس القضاء البحث عنده ما وقفوش البارح تعليمات من نيابة العمومية وقفوا نفس القضاء، القضاء ما تبدلش. واضح زياد الهاني في جملة في جملة ولهنا سيد الرئيس اليوم أنه في احتفال بالعيد الوطني لقوات الأمن الداخلي قال لا مجال باش نتنازل على السيادة الوطنية، والناس المشكين وقال لك هاو قطر تدخلت وهاو تزير، وانا في البلاطو ذا نقول لك ما تجرى حد يقول قيس سعيد ما تعملش كذا وما توقفش رجل غنوش، هاني لا قطر ولا تزير ولا كذا، وقت اللي عمل الجرم يتطلب الايقاف تم ايقافه
نتفق انه القضاء ماكش تفهم في الرئيس انه هو اللي يوقف ولا القضاء القضاء الملاحظه هذيك القضاء لا لا ما فهم برشا ناس قال لك رجل غنوشي عنده حمايه خارجيه هاي قطر كيكلم الامير تميم قيس سعيد البريود الفات هو قال له رجل الغنوشي ما تمسوش هاي امريكا حامي رجل الغنوشي هاي الجزائر قالت رجل الغنوشي ما هذا الخبر يدور عند النخب اللي رجل الغنوشي عنده حمايه ما يتمسش هاو طلع فهمني ولا فهمني لا حمايه الا القضاء هو اللي قرر يتوقف ولا ما يتوقفش زياد الهاني كنت استمع نجيب الجزائري يقول لك سياق عادي بتاع ايقاف ايقاف يستحق أنه يتم باعتبار التصريحات اللي أدلى بها راشد الغنوشي ويقول أنه ما نعرفش عاد المعلومات هذه على حساب نجيب الجزيري ويتحمل مسؤوليتها نجيب الجزيري أن الأمر يتعلق بتخطيط وكالعادة ذاك عليه تم غلق مقرات حركة النهضة وتخطيط وخروج مظاهرات لإثارة الفوضى وغير ذلك. تقييمك للخطوة التي تم الأقدام عليها ليلة أمس زياد الهاني؟ هم ثم زوز مواضيع مرتبطين ببعضهم لكن ما همش متساوين في الخطورة. الأقل الخطورة وأن نعتبره متوقع فانتي ومنتظر فانتي من مدة اللي هو الاعتقال متاع راشد الغنوشي ولنا نعتبره قضائيا فضيحة وسياسيا غباء. كيف فسر؟ والموضوع الثاني واللي أنا نعتبره هو الخطر الكبير والحقيقي هو في البرقية اللي أصدرها وزير الداخلية واللي بمقتضاها طلب من القوات الأمنية أنهم باش يغلقوا المقرات بتاع حركة النهضة في كامل التراب الجمهورية والمقر متاع جبهة الخلاص في تونس الكبرى. علاش قلت أنه اعتقال رجل الغنوشي هو قرار فضيحة قضائيا علاش فضيحة وغبي سياسيا؟ فضيحة قضائيا لأنه اللي خذوا القرار تخباو عليه كيف يعني من لديك لأنه المفروض اللي آذن بإيقاف رجل الغنوشي ولا استنطاق ولا هو كذا اللي هو المساعد متاع وكيل الجمهورية أو مساعدة وكيل الجمهورية في قطب الإرهاب كان المفروض أنه لاتخذ هذا القرار هو اللي يخرج يعمل فهمتي بيان ويسي ويسبب خطر القرار هذا من الوزن الثقيل. رجل الغنوشي ما هوش فهمتي أيا كان لا وطنيا ولا إقليميا ولا دوليا مش متفقين على المساواة الجميع أمام القانون. أعطي قلت لك عاد هم مش يخرجوا في البيانات في الناس كل وقت ما ثم في قضية تم الرأي العام تدخل النيابة العمومية وتوضح حتى لو كتكون جريمة حق عام بالضبط. ثم ديما نهار طول ثم ناس قاعدة تطلق تل في النيوت موت لكن إذا كان ثم جريمة في اختيارة وتثير الرأي العام تدخل النيابة العمومية لتوضح باش 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 توضح. فأنا في 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 تقديري أنه السيدة اللي أو السيد اللي خذا القرار في ابتداء حاشمين به. علاش حاشمين به؟ لأنه ما عندوش أنت ما يبرو. تقول لي أنت علاش ما عندوش ما يبرو؟ لسبب بسيط ياسر. أولا ساعة فانا السياق جاه الكلام هذا وأنا البارح عاودت رجعت لمحالة بارك الله فيهم خاطر عندي الفيديو بتاع الندوة ما تفرجتش فيني فيه البارح ولات عاودت رجعت وتفرجت فيني كله. جاء في سياق أولا التأكيد على أنه المخرج الوحيد لتونس هو في إطار الوحدة الوطنية وفي إطار الحوار وهذه بين قوسين كان في إطار فنتي ندوة مسيرة رمضانية يختتام الاعتصام اللي عملته جبهة الإنقاذ في مقر المركزي متاعها ولتقييم العام النشاط متاعها في عام فات وكان فيه أراء نقدية فنتي حاوشنو اللي مشاش ومشاش فنتي لآخره. فكانت الخلاصة هو أنه راه لا مخرج لتونس إلا في إطار الحوار الوطني ولا في إطار فنتي وحدة القوى الوطنية ومواجهة الانقلاب هذا مع التأكيد على أنه السياسة متاع الاجتثاث أنه السياسة متاع الإقصاء أنه السياسة متاع الاستثناء سواء تشمل الإسلاميين وحركة النهضة أو تشمل اليساريين أو تشمل الدساترة تم ذكرهم فيني بالاسم أو غيرهم من المكونات راهو مني من شأنه بشيخ القحالة بتاع عدم استقرار تنجم تهز البلاد لحرب أهلية. الكلام هذايا هل تقال لي أول مرة برجل غنوشي؟ لا
قلتها أكثر من مرة فيني مقبل فيني بعد 2021 بعد الانقلاب على الدستور. وحنث قيس سعيد فيني بالقسم اللي أدلاه على الكتاب القرآن الكريم والانقلاب اللي عمله على الدستور بالفصل قراءته المتعسفة الفصل 80. قالوا رجل غنوش ذلك الكلام أكثر من مرة، لكن في السياقات اللي قالها فيني قبل كان يحكي على النهضة، الناس الاستئصاليين اللي فكروا انهم باش يحيوا النهضه ردوا بالكم راكم تهزوا البلاد من منزلقات خايبه وقت الحرب الاهليه. اليوم لاول مره ما حكاش على النهضه بركه وانما دخل معها الاطراف السياسيه الاخرى الفارعه اللي هو اليسار والساتره، وقال اقصى اي واحد منهم. مفاصل الحديث كانت اكثر من ذلك زياد الهاني، كان فما انقلاب ينبغي ان يرجم بالحجاره، وهنا ندخل الى منطقه التاويل، تاويل ابواب تفتح ينجم يقول استعارة أدبية كما يرجم الشيطان بالحجارة، كما نجم تكون زاد تأويل يفتح على تحريض على العنف انقلابي وجب الحجارة. من ساند الانقلاب إرهابي، البلاد لن يكون فيها انتخابات واللي عمل على انتخابات فهو واهم، البلاد محتاجة إلى ثورة. والثورات لا أعتقد الثورات بالورد. هي القرنفل والورد. يعني هل تعتقد أنه الكلام ما زلت مصر أنه بعيد عن دائرة الاشتباه في أنه تحريض على العنف، خاصة عندما يصدر عن قائد؟ أنا أقول لك أكثر من هذا. الاستعمال بتاع مصطلح الحرب الأهلية هو أصلا مستعمل فيني غلط مش محل، حتى كلمة الحرب الأهلية مش محل لا فعليا ولا أخلاقيا ولا سياسيا. إذن ولن تقع حرب أهلية، والتوانسة راهم إذا كان فهمتي خرجوا فهمتي نهار اللي تبسوا في القوت بتاعهم في الرزق بتاعهم. راهم لا باش يخرجوا حرب أهلية على خاطر النهضة ولا على خاطر اليسار ولا على خاطر فهمتي تساتر، وبروا كلوا بعضكم بالضبط ورجع على جماعة قيس سعيد داكوردو. دوك مثلا باش من حكاية الحرب فهمتي الأهلية ذي، لكن أنا باش نفترض معاك أنه الكلام هذا فهمتني حمل أوجه. أولا نقول لك هو تقال ولم تكن له أي استتباعات، وكيف تقال توا هل له استتباعات؟ ها نقول لك فاش مشاو هم ما عيطوش الراشد الغنوشي اجى باش تبحث على كلامك، كيما عيطوا اي واحد محمد مغلاب ولا فدي ولا ولا ناس تكتب تدوينات ولا كبير وتكتب تدوينه اجى نبحثك فاش قلت. لا صدموا عليه في داره فهمتي في الليل باذن قضائي بالتاكيد، وكانت مناسبه باش تفتشوا له الدار بتاعه. يعني ثم بحث على مؤيدات، واحد. اثنين، بعد الندوة الصحفية اللي عملتها الحركة النهضة البارح أغلقوا المقر بتاعها ثلاثة أيام باش يفتشوه، ومعاهم الدكتور منظر اللونيسي باش يحضر العملية بتاع التفتيش هذه، واللي بين قوسين البارح في الندوة الصحفية كانت عنده مداخلة رائعة وتبين الكفاءات موجودة في النهضة. يعني شنو معناها؟ يعني نحن استبقنا توفي تهمة كالعادة ولا وجولها على الدليل متاعها. علاش القرار هذا فهمتني غبي كيما القرار بتاع قلق المقرات؟ قصة الغباء هذه تفصلها لي بعد الإشهار إن شاء الله. أحلى راديو الماضي ساعة وستة وعشرين دقيقة، هذه إيميسيون امبوسيبل. قلت لي القرار قضائيا كيف وصفته؟ فضيحة وهم حاشمين به ما نجموش يبروه. علي سياسيين غبي، سياسيين غبي، ويقول لك أكد مرة أخرى أنه القرار في تونس كما قال لك نجيب جزء منه قرار سيادي برا حكيو انتوما هاو محميها وكذا، ما فما حتى حد لهنا محمي، كل شيء يطبق القانون مهما كان موقعك مهما كان كذا. اي تجاوز كان ينجم يرتكبوا هذايا التجاوز في التصريحات، اي شاب عادي ايش بيه هذاك يتشد؟ شنو المشكله اللي يسال عليه رجل غنوشي يقول لك نجيب ويقول لك انصار الرئيس في الكلام هذا؟ ثم انه هاك تشوف ردود الافعال الشعبيه ما كانش فما حتى قلق بالمسائل هذية، ولا حتى مش حتى موقف حياة، لا فما جزء كبير من الرأي العام اللي تم التعبير عليه أنه فرح بالمسألة هذية وقال هذه تأخرت ونجيب بدها كما برشا يشاطروه الرأي في محاسبة المسؤولين على 10 سنوات السابقة. كيف ترد زيد؟ شوف أنا نرى أنه غباء سياسي لأنه ما فيش قراءة فهمتي للتاريخ، لأنه نحن عشنا في أكثر من مرة تجارب تاع اجتثاث، لكن إيش كانت النتيجة فهمتي متاعه؟ هل ناجح حتى هذه التجارب؟ شفنا اش كانت المآلات فهمتي متاعها، وثم مع شكون تجربة فهمتي؟ مع ناس اللي هي فهمتي ناضلت واللي دفعت فهمتي ثمن متاع النضال فهمتي هذايا. تتصور انت تو فهمتي كيف تجي باش تهز تهوش عليها فهمتي في ديباسا باش تهرب منك؟
اليوم بدا الحديث طبعا على نجيب الشابي، ها بداو من البارح ها مشاو اعتقلوه في فيديو كذا وبداو يسخنوا، خاطر ظاهر المسألة هي سياسة نتاع ضرب كل المعارضين وكل من يشكل خطر على البرنامج الاستبدادي نتاع قيس سعيد. يا اخي نجيب الشابي فدي ما هربش من بورقيبة وشد برج الرومي وشد كذا وطول عمره يناظم لجنة الديمقراطية في تغيره، باش يجي واحد جاي من تالي كما قيس سعيد راكب على موجه فدي بتاع ثوره وهو اللي طول عمره يمشي الحيط الحيط، عمره ما نهار تكلم في حريه ولا تكلم على حريات ولا صح حتى في عريضه. قيس سعيد اللي شارك في التبديل بتاع الدستور بتاع 2002 اللي بن عليه كسر بيه التحديد بتاع الولايات، اليوم ولا يحكي على السياده بتاع الشعب ويحكي فدي على 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 الحريات ويحكي فدي على كذا. بس الشعب الذي انتخبه بنسب قياسيه يا رجل واعطى له هذه الاصوات ولم يعطيها لهؤلاء يا رجل. الشعب اللي انتخبوا بما فيها الجمهور بتاع النهضه والسلفيين في بيدهم اعطاوه لقطعه التنظيق امام نبيل القروي واللي تبسموا فيه هو فدي الخير، ولكن نفس 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 هذا العدد صوت لدستور الرئيس قيس سعيد نفس هذا العدد. ما تقوليش مازال وقت السلفيين وقداش كان وقداش كانت زوج ملايين زوج ملايين و400 وقداش كانت وقداش كانت النسبه العامه بتاع المشاركه هذه زوج ملايين و400 قداش النسبه في نسبة على قديه معناها شنو 20% 22% تصويت على الدستور دساتير فنتي في العالم النسب المقبولية بتاعها قديش؟ يلا هذا نقاش وتفريع آخر خليني هاو معايا الانتخابات التشريعية فنتي قديش شاركوا فيها فنتي من الناس قصة أخرى يعني ثم عدم رسالة بتاع عدم ثقة أكثر من هذه في قيس سعيد في نظام تاعه. أنت في تقديرك لو لم تكن شعبية المعارضة يعني في أدنى نسبها كان النظام يقوم بهذه الخطوات؟ النظام لا يقرأ ذلك لا فهم لا أن هذا لا شعبية لهذه المعارضة بين قوسين ولولا بقى اسمه رجل غنوشي في المشهد لما تجرأ قيس سعيد على ذلك. تعرفش علاش؟ لأنهم يتغذون من بعضهم. هاتوا نجي هذا السؤال بعد باش نطرحه معايا الأستاذ نجيب الشابي مباشرة على الهاتف. أستاذ نجيب الشابي مرحب بك. تحياتي أستاذ برهان وتحياتي لكل الزملاء والمستمعين. شكرا. نبدأ بالكلام اللي راج البارح في الليل زادة والحاجة هاو زادة منزل السيد نجيب الشابي محاصر، هل أولا المعطيات هذه حقيقية ولا كاذبة دارت؟ ثم ثانيا ما هو شعور أحمد نجيب الشابي؟ هل ممكن أن يكون على القائمة أيضا؟ أولا معراج لم يكن له أساس من الصحة واضح من حيث التواجد الأمني، لكنني مرشح للاعتقال لأن المناخ السياسي واللا منطق السياسي ينجم يحتمل أنه يقع اعتقالي. معطيات ولا إحساس أستاذ أحمد؟ لا لا هو إحساس، حتى الناس يتكلم عن الإحساس. شخصيا من خلال ممارستي السياسية لا يوجد أدنى سبب ممكن يؤديني للاعتقال، لكن العبث الذي يسيطر اليوم على الحياة السياسية يخلي ما فماش حد في مأمن ومنهم أنا شخصيا، وهذه مش مشكلتي أنا، عندي كدار كسجن ونتكلم عن تجربة. راهو السجن يخاف منه السارق، يخاف منه قاتل الروح، ما خافش منه الإنسان اللي عنده عقيدة سياسية واللي هو ناذر نفسه لخدمة الصالح العام، راهو مقدوم عليه وما يقلقش إطلاقا. ولكن بمنطق السياسة يقلم الأظافر، يقلم الأظافر، السجن يقلم الأظافر، يمنع عن يمنع عن السياسي أن صوته يوصل، يخلي من أدخلك للسجن يستفرد بالساحة السياسية الرجل القوي الأكثر، يعني في كل حالات في السياسة فما والله شيء نسبي أستاذ. كيف؟ لأن هو الصراع إرادات وصراع القوة المعنوية ضد القوة المادية. تو ناخذوا الإخوان المعتقلين الآن كوكبة من 20 شخصية تقريبا، زعما ثقلهم اليوم أقوى من البارح قبل ثقلهم ولا أقل، اليوم أصبحت قضية دولية بالأمين العام للمتحدة طرحها، كل الأطراف في الدنيا طرحتها، فبالتالي راهو يخطئ. توا إيقاف رأس الغنوصي بشي قوي السلطة مش باش يعطيه، ما يعطيه شيء، وإنما باش يزيد يعفن الوضعية. معناته السلطة كل الإجراءات اللي قاعدة تقوم بها قاعدة ضعف فيها، ولذلك ما نتكلموش على السجن، السجن ما يخافوا منه
كان الجبناء، أما الناس اللي عندهم قضية وعندهم شجاعة والله ليقلقهم. أستاذ أحمد أنا نخاطب فيك، الرجل الذي عايش أهم المحطات السياسية الفارقة في تاريخ البلاد، أيامات المواجهات، مواجهة 91، مواجهة 87، ما نحكيش على المواجهات السابقة في العهد بورقيبة مع العامل التونسي وغيرها واليسار. اليوم ما تتخيلش أنه عليكم أن تقرأوا 2023 بشكل مغاير، وأن التاريخ في نهاية الأمر لا يكرر نفسه وفيه درجة من المكر والمخاتلة؟ يعني تعتقدوا ديما المعارضة تجد شعبية وتجد في المظلومية التي تتعرض لها نوع من التعاطف الشعبي العام في 87، حتى حركة الجيل الإسلامي في الشارع وتعمل في المظاهرات وتصادم مع الأمن كان عندها قدرة على التعبة، كان فما شعبية، كان فما ناس ما تحبش كل الصور والأحاديث اللي خارجة على التعذيب وعلى كذا. عام 91 نفس الشيء، أيام المواجهة مع نظام بن علي. لكن اليوم 2023 لا يزعجكم حالة التعاطف الشعبي مع قصة الإيقافات هذه؟ كلما يجرؤ الرئيس قيس سعيد على إيقاف شخصية سياسية إلا وترتفع شعبيته، ما تقدروش أن اليوم عايشين سياق آخر مختلف؟ يعني إذا كان الذهان هو البحث على الشعبية وعلى رضا الناس كلام، إذا كان الذهان هو مستقبل البلاد، هو مستقبل الحرية، هو مستقبل الاستقرار، هو مستقبل النهوض الاقتصادي، هو الخروج من الأزمة المالية اللي تخبطوا فيها، هو فك الحصار الدولي، تولي حسابات أخرى. أنا من لوش بش يكون راضي علي الناس وضميري مش راضي علي، وأنا عندي درجة من الوعي اللي تخليني ندرك بأن ما وقع في 25 جويلية كان مصدر لمزيد من الدمار ومزيد من التأزم، وثبت ذلك. بربي 25 جويلية خرج في قيس سعيد مع حظوة عند الناس. اليوم وين؟ خرج وأطروت مفتوحة قدامه، فراغ مطبق في الحياة السياسية. اليوم الشعب سحب ثقته، ما قلت تقلب عليه، لا، ثم نيوانس، وإنما ما هوش مخرب مطلقة ولا ينتظر شيء، لكنه لم ينقلب عليه. اليوم لطروت اللي كانت فارغة مكتظة بالقوى الاجتماعية، بالقوى السياسية، بالأكاديميين، بالصحفيين، بالإعلاميين، اللي كلهم على أرضية المقاومة للتدهور اللي عاشته تونس. فبالتالي الإنسان يحكم عقله ويحكم ضميره، والرأي العام رغم مرشح للتغير، الرأي العام مش حاجة ثابتة. يا أخي أنت عشت بفترة الرئيس بن علي، يا أخي الرأي العام كان مع المعارضة، بالعكس كان ثم جمود مطلق وابتعاد مطلق عن الحياة السياسية، وكان ثم شيء من الرضا على تحسن أحوال الناس. هو حقبة ومرت نتكلم عليها بموضوعية. فاليوم الرأي العام مرشح للتغيير، لأن القواعد ثم القوانين التطور الاجتماعي ما تتغيرش ثابتة. هو الآن ثم حالة انهيار، العالم كله يتكلم على انهيار وشيك لتونس، يا أخي كاكا يتكلموا من الهواء، لأنه هذه حقائق. فبالتالي الرأي العام مرشح إلى تغيير موقفه، وأن الأزمة إذا ما فتحت فكل طرف واضح. واضح أستاذ أحمد، نرجع بيك للخبر المتعلق بإيقاف راشد الغنوشي. أولا أنت تقريبا مصدر الخبر أنه هو موجود في المستشفى الآن تقريبا. المستشفى موجود، معناها الجهات القضائية هي اللي أمرت بإيداعه في المستشفى في إطار ماك تعرف، في إطار يعني في عوض يمشي لمركز الاحتفاظ العادي هوكا لسن الرجل، أم أنه بطلب منه هو، ولا وعكة صحية حقيقية، ولا بالضبط شنو؟ أنا مصدري هم المحامين، والمحامين هم نفسهم ما يعلموش فان ظروف وقع نقله إلى المستشفى. وين في المونجي سليم هو؟ ثابت هو في مستشفى مونجي سليم. مونجي سليم. وشيء معقول، وضعه الصحي وسنه ما يتحملش في ظروف صيام باش يقع اقتحام بيته في المغرب وتفتيشه واقتياده في الظروف اللي مشى فيها. فبالتالي اللي مهم صحته مهمة، لكن بالنسبة لنا الرهان الاجتماعي هو انه كيفاش ممكن شخص شارك في ندوة فكرية ادى رأي مهما كان يقبلوه بنقبلوه، مش هذا من اجل ذلك يولي ملبس تهمة
إرهابية ويعامل كإرهابي، وهو شخصية أولى في البلاد التونسية. حبينا ولا كرهنا ينجم تثبت الآراء ما عندوش، لكن هو رئيس أكبر حركة وهو رئيس البرلمان الشرعي، فالناس تحترم قاماتها وتحترم شخصياتها وتحترم السن. فهذا التحدي وهذه العجلة وهذه التهم الهوجاء علاش تدل على أنه ما فماش حكمة في الدولة، ما فما حتى حكمة. سي أحمد نجيب الشابي جابت خلاص منعت اليوم من أنها تقوم بندوة صحفية. الخطوات القادمة خاصة مع قراءات لعديد المحللين يشوفوا أن المعارضة في أكثر وضعية ضعف الآن، لا تملك في أيديها أوراق للرد، لا تملك في أيديها أوراق للتعامل مع وضع أعلن فيه السلطة، أعلنت نهاية الفسحة. وش عندك باش تعملوا؟ باش تنضبطوا للقرارات هذه؟ شنو هي الخطوات القادمة؟ أم فقط الرهان كل الرهان بمثل ما يبدو واضح في كلامك سي نجيب وحتى من وراء الجمل يعني باطنها وظاهرها على الضغط الخارجي؟ لا لا لا، أنا عمري ولا عملت على الضغط الخارجي. عامل الخارجي في كل الأمصار وفي كل الأعصار عامل مؤثر، لكن ليس حاسم. العامل من الحاسم هو الداخلي. نهارة الاتحاد الشغل والحركة السياسية، نهارة اللي الحركة السياسية تتجاوز انقساماتها، نهارة اللي يجمعوا التوانسة كلمتهم، يضعن لهم العالم وتضعن لهم السلطة المحلية. فبالتالي ما فماش رهان، يعني ما لا من باب البوليميك اللي يعني فيها شي قيس سعيد ربي يهديه. احنا ناس وطنيين ونعملوا على انفسنا ونقرأوا حساب العام الخارجي. وقت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم من 25 جويلة لليوم مخدم موقف صلب في دعم الديمقراطية دون التدخل في الشأن التونسي، وتقول أن تونس زاغت على الخط على النهج اللي كنا نتمنى أن ينجح وكان واعدا بالنسبة للمنطقة العربية. يقولوا نقول مسكتوا، ما يهمكمش فينا، ما يهمناش ما يجري في داخل المجتمعات الأخرى. هك 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 سيد أحمد نجيب شابي قلت للجزيرية أسكتوا واش دخلكم فينا؟ ولو كان قلت للفرنسي زاد من فضلكم راو فما حدود. وقت اللي يقول لنا وقلت عندك أظن كل خطوة بحسنة وتعملوا هكا نعطيكم هكا، كل من فضلك ما تدخلش في شؤوننا. هذه مسألة سيادية نقررها نحن كتونسيين. تحب تعاون دولي مع الاحترام المتبادل بين الدول. لا احنا معناش جزرتال في تبون نحترم رؤيته في العلاقة من دولة إلى دولة في مساعدة تونس في المنظومة الدولية، تونس الدولة في المنظومة الدولية. هذا ما يقلقناش، وبالعكس هذا واجب الدول إزاء بعضها البعض. ما وقت اللي يقول أن معارضين السيد قيس سعيد هم ناس يراهنوا على عدم الاستقرار ويلقاوا رواحهم من هذه تحدوا في وطن، قولوا له لا، من فضلك هذه مسألة تونسية، من المفضل أنك ما تكلمش فيها. فبالتالي شوف التوانسة المعارضين وطنيين أصيلين ويحبوا العلاقات الإيجابية مع الجيران ومع الإخوة والأشقاء ومع العالم الخارجي في إطار الاحترام المتبادل. فالحقيقة احنا أمام تحدي جبهة خلاص، لأن إرادة السلطة هو لجم أفواهنا، هو شل حركتنا، واحنا مش ممكن اطلاقا ان نستكين الى هذه الارادة. واضح. سنقاوم وسننتصر لان قضيتنا عادلة ومخرطة في تطور التاريخ، والتاريخ الذي يتسارع مش تاريخ على مدى 10 او 15 سنة، لا الاسابيع والاشهر، لان الوضع متهاوي متدهور. والايقاف اللي صار البارح والمنع هو دلالة ضعف كبير وليس دلالة قوة. واضح أستاذ أحمد نجيب الشابي الناطق الرسمي باسم جبهة الخلاص، شكرا جزيلا لك. نحب نشوف معك نجيب. نجيب نبني على كلام زياد وجزء من حديث أحمد نجيب الشابي، بتشوفش الخطوة دليل مش دليل قوة، دليل ضعف، دليل مزيد تعفين، دليل باش ندخل الأزمة تو. أنا أمامي تو الريفيو دو بريس انترناسيونال، معناها أكثر من 65 مقالة على إيقاف رشد الغنوشي،
واستهداف الحريات. والمسألة توا ظهر لي باش تتجاوز قصة راشد الغنوشي باش تولي الآن المسار مكشوف، ما عادش لا قصة حريات نجم تحكي عليها. أنت نذكرك قبل وقت اللي كنت تواجه خصوم الرئيس ويتحدثوا على ديكتاتورية، تقول لهم وين ديكتاتورية؟ معارضة تتظاهر في الشوارع، تعقد ندواتها الصحفية، تعقد أنشطتها، تقوم بتصريحات. يبدو أن هذا الكل ما عادش بالنسبة لجبهة خلاصك المرة هذية. جبهة خلاص اللي خليت أكثر، شكون آخر باش تخليها لشكون؟ فما الربيع الاجتماعي، فما تخليها لشكون؟ حما حزب الأمة، فما مصدور يعني ألا تعتقد في كيما وصف زياد على حساب زياد أنه قرار غبي، أنه فما تبادل أدوار ما وكأنه غير معلن؟ كلما انخفضت شعبية راجل الغنوشي حتى في أوساط حركة النهضة وبدأت الانشقاقات، بالضبط الرئيس سعيد يمد يد لراجل الغنوشي، تو راجل الغنوشي بطل في نظر حتى من كانوا ينتقدون أداءه داخل الحركة. شبيك تو ما موقف شيخ في الثمانين وش تبدأ الصورة الدراماتيكية من جهة. كلما انخفضت شعبية الرئيس قيس سعيد ويمد هو راجل غنوشي اليد مثل التصريحات التي قام بها ود البارح، يعني كيف تقيم النظرية هذه اللي تقول لك شنية تبدل الأدوار هذا؟ قضية تطبيق قانون برمش تبدل الأطوار. إذا كان إذا كان الناس هل يعني شو رأيك فيها المقاربة هذه؟ تنجم تحكم لي عليها، تحلل لي باش نحلل لي. إذا كان واحد يقول نقوم نقلب بالحجر، إذا كان الحجر التعبير سلمي لا إله إلا الله. إذا كان واحد في تصريح يقول نقاوم الانقلاب بالحجر، اللي يمشوا مع الانقلاب هم إرهابي، هذا السلمي ما لشنية التطرف. سلت سؤال مهم انت برهان نجيب الشيبي، قلت له 87 91 2023 هني جاي بعد شوف في عنوان خاص حركة النهضة، ما الفرق بين مواجهة 87 مواجهة 91 و 2023 اليوم؟ 87 في أيام الأخرى بورقيبة فماش مديدة شعبي البورقيبة ومظلومية حركة النهضة، لأنه كما 87 كما 91 تلم الإسلاميين كل قطع لف. 2023 لا، 2023 حركة النهضة صنفت السلفية تنظيم رهابي، مش أنا حركة النهضة صنفت تنظيم رهابي. شنو علاقتها هذا بذاك؟ معناتها كالسلفية اللي كنت معبي بهم الحظوظ ما عادش معاها، لأنه السلطة هرت حركة النهضة. حركة النهضة ما عادش عندها شبيبة مناضلة، لأنه مروهم في السلطة بدلوا الكراهب وبدلوا النساء وبدلوا الديار، روهم بأم وعينهم. أنا نقول للشبيبة بتاع حركة النهضة اللي يحبوا يهزوهم الحطب تو يعملوا لهم للنفي، الرجل الغنوشي هو اللي قود في الحركة. 2012 ما عدش قانون العزل بعد الثورة على كرايمنا، لأنه قبل برهين في الجامعة كنا نناضلوا حتى الطلبة يحبونا ويخبونا، تلقينا هربين بوليسين تخبوا في 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 ديار طلبة يحبونا لأن مناضلين، لأن في تقديرهم مثل بن علي غير غوران، مش قيس سعيد جي ما جيش على الدبابة، قيس سعيد جي بالصندوق الشعب معاه، معناتها كان مع عملية المناضل ما عادش تتبيع كما قبل. النضالية بتاع حركة النهضة باعوا الثورة بقانون الاقصاء، باعوا الثورة بجنودنا وامننا وشكري بالعيد محمد الابراهيم اللي ماتوا، الرجل الغنوشي هو اللي طايح الحبيب الجملي، حكومة الحبيب الجملي كيف وصلنا هك؟ الرجل الغنوشي هو اللي بركز في الشات كي انقلب على الباجي، هو بدا في الانقلابات، ما هذه النتيجة اللي وصلنا لها اليوم. يا شباب النهضة يا اللي لعب باش تحتاجوا على شيء باش تحتاجوا، باش رفيق شلاكة يزيد الكونت بتاعه بالدولارات ونحن نجوعوا على شيء باش تحتاجوا؟ تو نحتاج ندفع ضريبة الديمقراطية من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ الديمقراطية نجيب يبارك علينا يوسف الشاهد، الديمقراطية ترذل كل ما هو سياسي ولا تقول لها سبة، هذه أخطاء سياسية إن كانت أخطاء في التقييم. ما هو لهنا علاش نحكي سياسه تو ماكش تحكي النهضه معش نهضه علاش النهضه فوالا زعيم هرجل غنوش توقف في 10 من الناس خارجي مين الناس تقيم زين بالضبط شكون ولا يلي يعمل يولي تسبى يلي تعمل في السياسه شكون جاب البوماتا وردهم يحكموا فينا مش رجل غنوشي شكون خرج على التقاعد السياسي حمل همامي ونجيب الشابي مش رجل غنوشي شكون اكثر واحد سب في تونس نجيب الشابي وحمل همامي وكفار وعداء وصفر فاصل مش رجل غنوشي بحركه نهضه رجل غنوشي نجيب ماذا تقول انك ان اردت محاسبه رجل غنوشي
لا تدخله السجن، فالرجل لن يضيف إليه قصة السجن أي شيء، بالعكس سيحوله إلى بطل. كنت تنجم تحاسب رجل غنوشي على كل هذا بإبقائه في زاوية محاصرا بمطالب عديد الناس، مش حتى خصومه، حتى أنصار حركة النهضة، في أنه يعتزل سياسيا. الآن ما رأيك في المقاربة تقول لك بهذه الطريقة أعدت إحياءه من جديد وعفنت الوضع في البلاد ولن تكسب أي شيء سياسيا؟ كيف تعلق في ثواني قبل ما رجل غنوشي تمادى في ضرب الدولة من الداخل؟ وقت اللي يقول لك رجل غنوشي أضربه بالحجر أعملوا ثورة، رأي ما فهمش انتخابات، اللي مع قيس سعيد رأيهم إرهابيين، هذه بداية حرب أهلية، هذا يدعو للنفير التعب على العامة برو تصدوا بالحجر. أوكي. يلزمني وشكرا للنيابة العمومية اللي خذت قرار لي حاجة. لنفوت رفيق ونرجع نطرح السؤال على زياد. يلا سيدي 13:50 دقيقة. زياد الهني كنت تستمع في نجيب الزيري يقول لك هنا توا باش نخرجوا على المواقف مع أو ضد، باش نخرجوا على البارتي بري، انت مع ضد القرار، نجيب مع هذا القرار. اليوم نحب نمشي للاناليز، نستشرف امكانيات ردود فعل نجيب. يتوقع ان يكون لحركه النهضه ردود فعل، انتهت هذه حركه النهضه، ليست حركه الجيش الاسلامي بتاع 87. نتذكر العباد اللي واكبت المرحله هذيك بتيتر فما صغار ما خلطوش على الشيء هذا، نتوقع خلطت عام 87 افريل 87 اول مظاهره هبطت حركه الجيش الاسلامي للشارع في شارع بورقيبه، وكانت مواجهه مع الامن، الشبيبه هبطت من كل بلاصه من كل كذا، كان فما حاضنة شعبية للتيار الإسلامي. وقت رجل غنوشي في الحبس تم إيقاف البورقيبة، موقف وقف رجل غنوشي، وبعد حصلت ردود الأفعال وولات قنابل في المستير وتصعيد، ولا تكاد يتعدى نهار في أي جهة إلا بتبدأ فما مضارة. يقول لك لن تتوقع، حتى في 91 حاولت بالطريقة هذه لكن الشبكة كانت أقوى بتاع بن علي، لكن بقات عندها حاضنة شبه حاضنة وإمكانيات رد فعل. رد فعل تحسب له السلطة القائمة حسابه. اليوم هذه الحركة ليست قد قدمت نفسها مسلخ 10 سنوات، هريتها السلطة، ميعتها السلطة، أصبحت حركة مائعة ما فهمش لا جناح طلابي لا شبيبة، لا حد يتحمس لمطالب، لا حد يتحمس لرد فعل حتى سياسي، حتى في التظاهر السلمي والمدني. والساحة الآن ساحة فارغة أمام الرئيس قيس سعيد، وهذيك السياسة موازين قوى، خليك من مشاعرك مع أو ضد، السياسة موازين قوى. كيف ترد على هالتوصيف العام هذا؟ جزء كبير منه الكلام هذا هو كلام معقول وكلام وجيه. نحب نذكر لقيادة النهضة في بداية الثمانيات بما فيهم راجل غنوشي وشيخ عبد الفتاح مور وغيرهم وغيرهم، كانت أعمارهم تتراوح بين 25 وأكبر واحد فيهم كان ما تجاوز عمره 40 سنة. يعني كانوا شباب بني في العنفوان بتاعهم كذا، حاولوا باش يدخلوا في المعترك في بتاع السياسة، وقع صراع مع النظام بتاع زعيم حبيب بورقيبة، وقع التنكيل بهم في حبسهم وكذا وكذا، لقاو تجاوب فهمتني شعبي، ثم تعاطف معاهم، والتعاطف معاهم هذاك جزء منه في المظلومية اللي المظلمة اللي هم كانوا متعرضين لها، وخاصة أنه الثقافة بتاع المظلومية وثقافة أنه نحن نقمع لأنه الحل هو عندنا. نحب نذكر قبلها ثم ثورة إسلامية وقعت في إيران وشكلت مد جديد في كامل المنطقة، وطبيعة الخطاب زاد وقتها الإسلام هو الحل طبعا، فهمتني؟ وبالتالي نحن رام يقمعوا فينا على قطر، نحن عندنا الإسلام وهو فهمتني الحل، هم رام في السياد وبيهم وعليهم وعلمانيين تغريبيين وحدثيين واللغة هذيك في كلها. دوك كان ثم حاضنة شعبية، وكان ثم فهمتني هيكلة. نذكر أنه المرحوم منصف بن سالم كان عنده مجموعة أمنية وكانوا محضرين حتى في الكلام، لكن الرئيس راح زين العابدين بن علي الله يرحمه قص عليهم الاثنين في 91. الوضع كان مختلف، 91 الوضع كان متاع استقواء، متاع ناس حست رواحها فهمتي اللي هي قوية، والدولة فهمتي معناها ضعيفة، والدولة فهمتي كذا، وحبت تغور والثمرة نضجت فتصدت لها الدولة. مش تبدو المسألة زادة فتي واضحة، الجبل الإسلامية طالعة ما عادش فيها مظلومية وكذا، في الجزائر طالعة الفيس وكذا، هنا باش نوليه ونحن نحكمه هنا. ونتذكر كيفاش يسكروا فيني في الجامعة، ونتذكر في برشا حاجات ومسيرات في والمسيرات حتى بتاع العراق كيفاش كانوا يدقلوا فيها ويعتدوا فيها، تعرضت أكثر مرة لاعتداء من جماعتهم. يا أما تبدل المسيرة فهمتي من شعب عربي واحد فهمتي وطن عربي واحد بنروح بالدم نديك يا عراق إلى لا إله إلا الله الزين عدو الله، وقبلتش معاهم أنه يضربوك أنت فني والجماعة فني بتاعك. المهم الدولة دخلت
وحجمت لهم وقعت تجاوزات وقعت فهمتي مظالم. انا نعرف من مصادر فهمتي معناها مطلع اللي الدوله كانت واعيه بك المظالم هذيك. يقول لك نحن فني من الاول ما كنتش نجم نصفي، لكن من بعد بدو يصفوا بشويه بشويه. لا مش مبرر هذا، لكن انا نحكي نوصف شنو هو اللي صار. اللقافات وصلت في 90 30 الف تقريبا في 2000 فهمتي 2011 رجعوا به رجعوا الحدث به الناس الدوله هذوما ناس يخافوا ربي وناس جربوا التمرميت وجربوا الظلم وجربوا فهمتني كذا والطرابلسيه والفساد والنيام وكذا وكذا، هذوما اللي باش يمنعونا. طلعوا انتم من اللي قبلهم وما عادش على طرابلسيه برك رجعنا العائله هي اللي تدافع عليهم. والله ما عندها تحليلك منطقي جدا في السلسله. انا نمن بالتغيير في طار المؤسسات. اي تفاعل معه. انا نمن بالتغيير في طار المؤسسات. انا كنت نعرف اللي كي باش نمشي للانتخابات في 2024 الوضع كان مش كان باش يختلف تماما. علاش؟ بالوعي متاع الناس مش بالشعبويه. يعني زياد يقول لك سامحني نترجم له كلامه في سؤالك ليه البرتينان ملا في الاخر هاو عندك تقييم ليهم علاش ضد مواجهتهم؟ يقول لك انا نحب نطيحهم بالصندوق، انت تحب تطيحهم بالقوه الصلبه للدوله. لا بالصندوق هو 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 يحكي هكا بالضبط. زياد يقول لك تحب حتى خصمك واللي جوز عندك عركه مع عركه لكن هاوش يقول لك نجيب اللي جوز القانون اللي جوز القانون شنو نعمل له؟ اللي جوز القانون تواجهه فدي بالقانون ما دام ثم قانون. اللي يتجاوز القانون تواجهه بالقانون مادام ثم شنو هي المشكله تاعو؟ المشكله فهمتي تو هو انه قيس سعيد ما عندوش علاقه في بالديمقراطيه. قيس سعيد ما عندوش علاقه بالديمقراطيه، قيس سعيد عنده تصور في ذهنه وحكاك النهار انا شفت فيديو للاستاذ عبد الوهاب فهمتي ماطر يحكي فيه كيفاش انه التصلب قيس سعيد بعد 2011 بعد ما بدا يضرب في التلفزه حب يضموا معاهم الحزب المؤتمر الجمهوري. يا ودي قال لك راجع كيف قال له لا هذه الديمقراطيه فاسده وديمقراطيه قاعديه يلزم التصعيد من احد وكذا. قال لك يحكي في كلام ما عنده حتى علاقه بالواقع نتاعنا. قيس سعيد جايب برنامج في مخه يحب باش يفرضه فهمتني بقوه السلطه اللي عنده. وضع حركه النهضه اليوم بالتاكيد غير وضعها فهمتني قبل. انا نقول لك من توا لن تدخل في اي مواجهه. لن تدخل في اي مواجهه. لان ما عندهاش اولا الجسم بتاعها الكبير هو جسم متهرب. بالضبط. الطاقات الشبابيه اللي فيها كلها طبعت. انا قلت لك انا معجب، انا البارح شفت التدخل نتاع الدكتور منذر اللونيسي. يعني شوفك الرزانه الصلابه المبدئيه مع الرزانه مع الكلام معناها المعقول المنطقي. ولكن جيل الاحتجاجي وفيه سي كبر ما عادش مش مسكرين عليهم الباب هذول. لا فما لا شبيب ولا شيء. وشكون اللي يحكم فيهم؟ يحكم فيهم الشيخ والعائله تحب ولا تكره. يحكم فيهم الشيخ وقال هذه يا سيدي قال هذه واحد منهم. قال لي احنا الشيخ راهو ياسر عرفات حاكمنا بالشرعيه التاريخيه وراهو حاكمنا بالصور حاكمنا فني بالفلوس. اذا لا تتوقع اي ردود افعال زياده. لن اتوقع اي ردود افعال. وانا تعرف شو يقول جبهه الانقاذ والجماعه كل خلاص الجبهه خلاص نقول لهم اتركوه ما تعطيهوش كما سياسه الاتحاد ما نعطيهش حتى مبرر باش يستغني انا كشماعه باش ينفذ بها الاستراتيجيات نتاعو. قيس سعيد تعرف قاعد يعمل وباهي راوك ابتسم ايها الجنرال المسلسل في كل حلقه يعمل ميكيافيل من الحلقات قال فيها اذا اردت القضاء على خصمك فاختلق له مؤامرة تمكنك من سحقه والتخلص منه. قيس سعيد قاعد يعمل بالقوله هذه نتاع ميكيافيل وبالتالي ما هوش يعمل برؤيه وبحلم واضح للبلاد هذه وانما قاعد يعمل في مشروع فني شخصي باش يوصل به للهاويه. واضح واضح زياد. في ثواني نجيب ما الورقه الاخرى؟ يقول لك بعض المراقبين يعني وقت اللي يقيموا في الميسال شتي تقول لي هذا القضاء احكي معايا سياسه امشي معايا في السياسه على الاقل. الواحد عباد يقول لك به كل مره ورقه لي على الاقل تعويض قصه الوضع الاقتصادي الصعب الاجتماعي الصعب باش العباد تشيخ في الفيسبوك او كان نرمي لهم حاجه او كان شيخهم بحاجه. اي الغنوشي كان مطلب المناوة واقصى الاجواء المنعشه لدى البعض اللي بالنسبه ليهم عبد في الحبس يشيخوا بالحكايه هذه وعندهم البعض مبرراتهم وكما قلت انت حمل مسؤوليه العشريه كامله بما وقع فيها من مآسي استهدفت الشعب التونسي. ما بعد الغنوشي يقول لك اليوم استعملت الورقه هذه اش مازلت من بعد اش عندك وصلت للاقصى شكون ما بعد الغنوشي بنت الدوله تو نبنوا الدوله راهو معناتها راهو الغنوشي مش ورقه ناكدهولك يا بوريت اللي قيس سعيد ما يظلم حد
ما مستحيل بسبع المستحيلات تو واحد يا ناس ويا عالم يا اللي تروج يا عالم هاو ايقاف وما عادش فما حريات فما واحد يدعو للتظاهر بالحجر يدعو للتظاهر بالحجر ما يتمش ايقافه واضح. معقول هذا واضح نجيب هذا هو رايك زياد كيف كيف تبقاو معانا نستأنفوا الحديث بعد الاخبار ما زلت تسمعوا في اميسيون امبوسيبل برهان بسعيس على اي اف ام احلى راديو